انا مخشوف قال شكلك في بسناد ولا باش قال تانك قال شكلك ام فور ستوبيد سيز يور ان ابي داري ذا از اخلاق اماي بس ما ليش دي امر ابي تو بس به اجازه خون در زد علی حجاب تد اخوانات موقع به بجستا و سوریه شده به پشم و برو ولی کارو خون در باره نرا بیشنیمون بی خاص از گروت دو اصلا دایی که نگیرشده همه طالبان جا به مخفه علی کاره بده یا فاروی کشتر سرگم تایی را فاروی گرمون خکمان بیان رو بگم من هر اطرابی نمیست کناشا مخوایره صیبوت رابا کلمت قوم ایلی گوخ اثرت قمیا اخل شمه و ایلی خناث خساما من تشعیثا و من ایثوثا و عمم گاوه ایلی خا وریض سایا بطرستا گواه بنیثا اها کناشا شرور ایلی انخطوت ایلی لابلت مشبخت کل نطبت الدم مع سوريا وخطوت لي تخيلة وتشيوتة ليلة مصيان تدهوي شريثة قد ما دولت ليلة مقبالة عورتا قيسيتا مخريثة وعوثت ولاغي تولي ثناية على طائفية سازقولي لي كوناشا عم زوعة عمايا حراك عمايا شلامايا بطلابي لخيروثة وإيقارة وبنيثة خأثرة ديمقراطية علمايا قيمة علمية قردة سجيانا يوثة وشخلابا يوثة تخربوثة تنوع وشويوثة مساواة جو أثرا يوثة مواطنة بسنادي لخأسكيما كميرة كامل بشكل مطلق قبة وزوعي أمتناية أثرائي قو سوريا أغوني قبل قنيثة موديثا ناموسيثا العمّا آثرايا سريايا أخ عمّا شرشايا عم شودايا أمر خاميتا الضمان يعني خاميتا ينطرتا ينشررتا بكل لي صدقي قو خاصورتا خويابة سوريا أرعى وعمّا أمتي أمانا من آثرايا بالتريك أشخي سوريا أمتي بس ليمي أبي تبسمي أما شخصا مش لقريتا ما يسنا دولي رابيس قال بشبال خلوك قد آها بتكيش متيتا جبوياني دا هجميتا إن بس ما لخون إن سزيورنا إيدي مرميلا أبي تبسمي تشتا شررتا قد أحدشتيرتا ويمنتها ها بخاش كلاسي بالفيشة متيتة بالقالب شكلة فيديو بويان خيالة إلى يعطرها يبس الفيشة متيتة نوك زخين ربي دارنا دي لخشمتة قد اشنايتة خمشة حد يتصار دامش نقص أخرى ربي ملوءة يذاعة الإعلام ملوءة ديان وصوتة ديان قو أثرة بثمارن قو أثرة سوريا قو أثرة إيران ريشاريب بدعمنا شعبية وشداسة دية جبة دية وكاسة دية أما ملوءة تتلن صدقة باعويات تتلن ودخل مدخخ لي يذاعة دخل يشغل لي وقت مضغة بيقى تماصف من دخل ودي يدخ كمالا أنا قريثة يعني دورة ينقرة في يذاعة موضوع الإعلام رابي قاري شلون رابي حبيب انه ممكن نوظف لخدمة قضايا شعبنا في المنطقة في منطقة الشرق بشكل عام تحديدا مناطق وجود شعبنا بإمكانية التواصل وتوظيف مسألة دعمنا وأيضا إيرتن خان من هريات بشيطة دي لنا يثبت سيرة اليذاعة مناشرة وبعض النقاط حول اللجنة الإعلامية للتجمع عربي رابي سعيد اسمع لأخونا الشميمون رابي سعيد إلى رئيسة ساحة اليذاعيثة تكون أشار رئيس لجنة إعلامية للتجمع خيكو نقصب هواري دي لنائي تحديدا بود لجنة إعلامية تكون أشار التجمع خلطا هذا خيكو من هذا تقاوى نائي
متأخرين إعلاميا ولا أصلا إعلام شخصي إعلام شخصي من يانا رابطية نشفيوة وكتفيوة بمغالياتها بجرائد بس لتوى دبرتها محيطتها تتاوي إعلام بريشة طالة لجنة الإعلامية تولى ودلا ختمة نبزة مجرديرة ختمة نبزة إلى تفيد تشغل خيوطرانة بلغتة ديجن مني قمايا مرن شخص خميلة أجهزة الإعلامية بشلم شخص من الإذاعة من جرائد المجلات وطلب لن تدهاوى خا دوراشة بنتأن مشتعلانة إعلام ديجن تتاو خا دوراشة بنتين دهاوي بي سدمات الخنشة يعني تمقبل ميلة ما هي أو من دي تبغ تدأمرت له لا تتعامل طبعا كل حزب انت تحمليات ديجانة انت آراء ديجانة بس ميل أومن ديديل كلنا مشترك قابع تهاوى تهاوى في حيدة إعلام ديان تتأمرت له وطلب لنا تهاوى خايتوتا خاكبشتا مسؤولين إعلام ديان خاكبشتا كل مسؤولين إعلام ديان تتكب شغله وكله تتمحكف وتتر خبرنامج كتيوة وأكبر نامج تديت وقت الصغر وقتاد وقت الدوراشة بكاوية ومنطقة الخنيشة أين أقلا بهاوية بكل أنت تبنك وضع بالنسبة مندي قماية داها ودن واللي بمن تمشرها خمدي إذاعاتيا يعني وفضائياتيا عشتار بيش رأيتور دا وعشور بيش رأيتور دا وخشو في بارد تريتورات أخذنا ومخشخ لن تنهاو إيتوتا عميتا يعني تاوخا إيتوتا تري ثلاثة من يال دي من مسؤولين دي من شتعاس دي يتبي ويتبي برقولي ناشر الناشر أني أمري إلي ميلي ما كبه منه الناشر أني مخشبني لن أن إنت النقصانواتا أو إنت الخانتقات أني أمري لن مو أخذ جيتو الفضائي محكم من الكبه وشناشر الشاملا أو لابي محكم لا فتولن بإيتور تقامية تولن تسكوب وقت إيتور تناجح وهو ميري ناش كبير ناش كمان تقديل ختمة انتخادة طاو ومحكي له إما نطلب له منه ختمة مشارياتها طاو هم كم قبل خلي بتول بس يموتا وإتا نيتا إتا نايمانوزا تلبارة قريوة بتو قراقوشة مدى إيتور تمرداني وتيني هن إيتوريا تمكبلي من دي خلنا إتا ميرن لا بس أخني كإيتوريا تديهن بس لازم تيتخ من أن ناشئة عمد ليلي مشارك لن بوفاقية يعني من يزيديين ومن شبه تيتخ إيتوريات مشتركة وأي بدراسة هم خطوط الله قماية زي المناطق الأن ناشئة تدهوي للبرخة الجيبي تدعون خاطف إيتوريات مشتركة بس سيما شكرا أبتراب بباسي مرابيان وشان خاطف طلاب دفران تريشيت ده و حکمت سزگیر از کچول اشنایات دیوبه به طرف منتیانه و ای دوی اوت منتیت هم خشتت و تمام به مغزف و خاملت خوردن و خاملت مردیتی کنی و خاملت ای وقت را برا از هم دوت اونه چون سفر انا با شامن خامل بی را برا برانه که آنصف چول دیوبان کندرون آخرون لا خمنه خمه دی چطه و اخینه در دویدو چطه و خمنه خشک سلطا مغزه و اخینه بی هر ای سلطا بی خشک لخینه مغزه لد سوانتا اتیب لگینه ابیتون انا بخشامن آه خوابانی تلا قد اخنا چولن اوستن دانا امرو چولن ارج موجه جو جخلی ات اخنا تابینه قد اخ چی همساق چول دیو پانجو قد بلخانه نجو خشمیله چه مخلون کنترا مخلون آمود دالا سیده کامل این الداه اتن همزرتا این الداه اتن مخشختا این اتن مزیتا مبصرتا این بسمالا خوبای بخشاب لبتن همزر حل دعویا خمیزا خارج الموضوع دلوقتي في الزهنية المداخلة
تجمع مثل ما جيت يعني. لكن فلاديمير رابي سعيد كان طموحته هو مش كبير عن النجوات. سمعت التين ندوات لكن مهمة المهم تلاقوا غاية إني أعمل دعنا ندوات وخيرني يعني مو نقد التين أو ندوات. بالنسبة لقائد الجماهيرية أنا أشوف إذا تقصير منا يعني لسوا غير خريطة وهذا من دي حالة حالة خجالة. أصلي بجنة الإعلامية دائما كما اتفقوا لقاء قمائم وكتنا بأنه إقامة أي ندوات ولقاءات جماهيرية وخام خمشيرخ بالأخص مناطق ليش تبنوا مهم جدا هنا ومقترح حلوان بفتح بضبوة لقاءات ببغداد ببرطل بعنكاوة بألقوش بروك ايضا مقترح على مبصر اني الاخوة الندوات مشتركة بالجميرة السعيد ندوات مشتركة شركاء اي سي دي شبك تركمان جاكية المهم اني كيف المنطقة عرباي وبالاخص تايوة تركيز اخر مناطق ليش تبنوا. بالنسبة للمقترح اللجنة الإعلامية التجمع أعطت ندوة حوارية ممثلي وسائل إعلام أنا خاتم هذا من حيلة حيلة مهمة بالأخذ باري فرع لأن أنا خشن وسائل إعلام بشكل ما نقوم قضايا أي مجتمع أو أي قضية كبيرة طارح لها أي قضاء بالأخص بصفوف لعمل وبالأخص باري مرحلة حساسة دي خايف قاوح. فلهذا خاصاً هذا مقترح لازم تو تحيل كفاله أسرع وقت وخشن لكن يعني ما يتعرف عارف يمكن رابي سعيد بشغل مني خشن ما يريد تخصيص ميزانية لكن ما يدال مني فخشن علوها يعني بالة تحيل هذا اللقاء يعني حتى أنت كاو لقاء بنطول أكثر من يومين شوف بايش يوم أخا من السرم فشقة خلصها مش معصريين دائماً تعقل أنه سيد إعلام دي حتى أن دائماً تاو مثلاً مهجة أو لنا أو مسين للتناخة فضائيات مواقع إلكترونية جرائد مجلات المهم كلنا وسائل إعلام بالنعمة أبي تنبسيت أنا قاعد بس أنا أريد بس أسلط ضوء على نقطتين فيما يخص الجانب الإعلامي بعمل تجمع الأحزاب. في نقطة جدا مهمة المهم تغطية كل قضايا شعبنا في كل مناطق تواجده جغرافيا في الوطن. قضايا مثل سوريا غائبة عن كل قنوات شعبنا في ثلاث فضائيات أو أربع على الأقل ما حدا جاد سيرة الواقع السوري والوضع السوري واللي جابوا الشريط التحتاني بخجل. القصة الثانية إعلامنا إذا كان عندنا إعلام وعندنا لجنة تنسيق تشتغل المفروض تستهدف مو بس نحن شعبنا خطابنا لازم يستهدف شركائنا بهالمنطقة من خلال دراسة جدول أعمال. في شيء يمكن ملفون وحبيبي يفهم أكثر مني بهالقصة موضوع بروباغندا إعلامية على قضية محددة تمس قضايا حساسة جدا لها علاقة بحقوق الإنسان وبين قوسين المسيحيين في المشرق. هاي قضايا ممكن تستهدف مجموعة أعلام أقلام قوية في الصحف العربية أو في الفضائيات العربية تحديدا. هاي ممكن خلال فترة محددة يكتب عنها 20-30 مقالة في فترة زمنية محددة تتركز كلها تتمحور حول قضية اضطهاد أو الحقوق المهضومة لهذا الشعب وبس. أجزاب باسي ما تنوان ميتة؟ لا بس قطعون ميتة إن خافر سوبة فينا لتنا دا قصة همزة مياتي تازغ المخشخ تلك مخشخانو رابي سعيد أي ماي بسنادولي يعني أبوغوتا أطلب تلك إطلا ونقصد كتتوال ماي بسنادولي كتشل خيادة أبي يسورة أبي بلتشل ميديا بلتشل ديوك كتنين سندانا نفرامي أسرنا قالب اشكال فألو شو تسزجور الأمو الدابنية أبي لم تلخانة يعني أبا سلطة تركاش نموتيتا ليلة أخجي إيدا المرمخلا بلتشل خيلا بلتشل مسيطان بكل أحوالات قد عبيداً فصلت شانخ قد بارخ لما دخل ليه كنايتا
خامندی راب جبار بد باره که چون دیشلام از دکمه این بس من سازیون نیده مرمی یا کرده ای بید چمشا بسن دیت سازیون بنام نده مخلای شيئت الجماعة من النخرة خاصة مع من سوريا من خارج فقالت ستاو خيرت التمرير الرابي فهذه لها فرص بعيد كيف طلابة حياتها فرص بعيد شخصية لا حياتها من قبضيا دي لتوتا خرتا لتوتا خرتا كيدي قبضيا دي لتطبق مني كدخة كما إيبا تدياول وكيش اختلشنا مادية يتاريزنا المالية يعني بتويا شكرا عليكم بسیم رابی یا این خبر صوفه چه دیم قطر در رکتی و نچما ساتر چی لیلو زمان چی خبر چما جر کشتی ویلی یو ویلی ایتا آبی ویلون امتد که اکسات سوریا تخمن تنویا اصلی تا سپای آلو یا این اخوری موقع با بیگر حبیب اپرم طالبن این اتلی تخمن تا مخشخ تا مکرو لا رابم بفتكر انه واحدة من مشاكلنا الاعلامية ان احنا بنحكي مع بعض ما بنحكي مع الاخرين. يعني عنكوة في عنكوة في عشرات النشرات بركي بتتوزع ديروة بتتوزع محليا بركي نحنا نعمل مجال لنوزعها محليا. واحد من الاقتراحات يعني لما ننصر تتكلف هاي اللجنه عمل كتاب هذا له 600 صفحه 100 صفحه 80 صفحه نحن مين نحن شو بدنا عربي انجليزي فرنساوي اشوري بسيط عن شعبنا وين شو مشكلته شو بده شو بده بسوريا شو بده بلبنان شو بده بايران شو بده بالعراق شو بده بتركيا نقطع الصفحه على انا من ثلاث اشهر كان في ندوه في مركز دراسات في بيروت اسمه مركز عصام فارس عمل ندوه عن المسيحيين كان عنوانه انا كنت محاضر فيها وطلع كتاب رائع لانه حكوا فيها سنه وشيعه وموارنه وكل الطوائف شخصيات رائعه اسمه الكتاب لا عروبه دون المسيحيين مثلا هذا كتاب دوكيومنتري اذا حدا سال عن شيء في عن المسيحيين بالمنطقه الذاتيه بيعرف انا اقترح سريعا هل الشباب يدعوا لندوه نحو 10-12 اسم من يعني مواقع متنوعه حدا من ايران حدا من العراق حدا من لبنان حدا من سوريا حدا من الاغتراب 3-4-5 مفكرين مش من جامعاتنا ندوه صغيره يوم واحد على حلقتين قبل دور بعد دور يقدر يطلع منه كتاب مثلا القضيه الاشوريه في القرن 21 ماذا نريد كشعب في هذا العصر شو مطالبنا حقوق الإنسان حقوق جماعات حقوق دستورية مساواة كده بلا منفوت لا مين مع نظام مين ضد نظام نحن متفقون يعني الاختلاف أوقات طريقة كيف نصل إلى الأكراد أحسننا ولا العرب ولا الشيعة ولا بشار ولا الإخوان المسلمين ولا الليبراليين هذا ملف آخر بس إحنا مفهمين شو بدنا عمل كتاب نعم انا اتمنى كل الاعضاء منا يلي بيعطوا يطلعوا على الاعلام لو بيحكوا احسن اقل حسنا يطلعوا مش على اعلامنا هذا ضروري يكون شو ما في عند الاخر عند الشيعي عند السنه بالمنار بالعالم بي بي سي اللي بيقدر الجزيره بان كان جورج من تكسنا صديقنا جيد يعني طلع على الجزيره بيحضروا أقل مرة 30 مليون زلمة 20 مليون زلمة نحن بحاجة نسمع الناس عنا بعرف أنتوا في ناس اليوم بقولوا شو يعني أشوري شو يعني سرياني